ده نيمار جونيور، والنهارده التشكيله اللي نيمار هيختارها هتكون موجوده عندي بالتمام والكمال، وهنلعب بيها النهارده. خلينا نشوف نيمار هيختار مين في حراسه المرمى، يا رب يكون واحد حلو. جيجي بوفون. بوفون اوكي بارا ميون ويدلو اي شاه تبقى تشوف كوين اكي ابريجي باستاش يا عم حرام. اوكي لينا جالويجي بوفون، هو لو ايكون كنت قلت ماشي، انما هو 82 هاتوا على طول يلا. اوكي لكن هاخد لاعب كمان من تشكيله احلام نيمار، هاخد هو وبوفون والاثنين هيلعبوا مباراه واحده، وهحاول اسجل بيهم هدف معين. لو ما عرفتش اسجل الهدف ده سيتم حذف بوفون واللاعب اللي جاي مباشره. خلينا نشوف هيكون مين. اوكي دانيال حلو، بس برضه يا جدع هوش قوي، هو بيختار تشكيلة باريس. ايه تشكيلة باريس ولا تشكيلة احلامه؟ اوكي هات لنا دانيال الفش في التشكيلة. الله حط لي اضعف اللعيبة في كل المراكز اللي موجودة حالا عشان نخش حالا مباراة. التشكيلة حاليا ممكن تكون غير قابلة للعب، مفيش فيها غير اتنين بس من تشكيلة احلام نيمار. اوكي لقيت التشكيلة الحقيقية لنيمار جونيور، نيمار از دريم اكس اقوى تشكيله في تاريخ نيمار. اوكي فيكتور فالديز موجود عندي. اوكي يلا بوفون هيعوضه، اللي بعده هيكون برضه دانيال في عم اختار حاجه ثانيه خلاص. انا ده de los mejores amigos que tengo en el fútbol. Bueno, gracias que tengo un montón y los quiero todo, pero Daniel Espejo es un muy auténtico y muy feliz y bueno, para mí es un ídolo y un amigo también. التحدي الاول ان انا اسجل بجالويجي بوفون، ما ينفعش اسجل بدانيال فيش، ما ينفعش اسجل باي واحد تاني، لازم اسجل ببوفون. الناس كلها ما كانش عاجبها صعوبه المبتدئ ولا عاجبها صعوبه الهاوي، هنبدا بصعوبه العادي ثم محترف ثم لاعب ممتاز ثم نجم متميز. من عادي هو اللي هنبدا فيها، مفيش هاوي مفيش مبتدئ، النهارده التحدي هيكون صعب. اوكي ودانيال الفيش وبوفون هخليه راس حربه جنب دانيال الفيش، بس هيكون في حارس اكيد، هيكون في حارس. هيا بينا على طول قصاد البرازيل. بوفون بوفون صعوبه عاديه، ربنا يستر. انا على عادي ساعات ما بعرفش اسجل. اه روح بوفون ولا بوفون يا رب، يا تياجو سيلفا يا رب. مشكلة تعبانة يا جدع، ومش عارف بادئ بالصعوبة دي ليه وبالتحدي الغبي ده ليه؟ الله يا عم بوفون ارجع معاه، روح اعمل حاجة يا بوفون، اتحرك يا بوفون يا حكم بدلته حتبه. بوفون 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 ايه يا نهار ابيض يا نهار ابيض. جلويجي جلويجي يا نهار ابيض، يا جلويجي يا نهار ابيض، يا ابو صاحب ال 45 سنه بوفون العجوز العالمي، وسجل جلاس. شوف الاسيست العالمي والتصويب في شباك ايدرسون ولا اليس ايدرسون يا جلود وجلد يا نهار ابيض. اوكي اخيرا اخيرا سيرجيو راموس. اوكي خلينا نشوف هيقول ايه على سيرجيو راموس. كاس muy buen central y hace gol es muy complicado enfrentarlo. هات لنا سيرخو راموس على طول يلا. حرفيا الثلاث لعيبه دول لعبوا لباريس سان جيرمان، لازم ناخد لاعب كمان. اليكس مين ده؟ اوكي دافيد لويز برازيليزي. مين اليكس ده؟ يلا ماشي هات لنا دافيد لويز يخش لنا للتشكيله يلا. لكن تقريبا هيقعد على الاحتياط لان دافيد لويز مش موجود في التشكيله التاريخيه نيمار. هيا بينا على طول خلينا نحاول نسجل بالسيرخو راموس يلا. واكيد التحدي الثاني الصعوبة هتزداد إلى محترف، والتحدي ده أصعب بكتير لأن لازم نسجل رأسية بسيرخيو راموس، لو ما سجلناش رأسية مش هتتحسب للأسف، سيتم حذف راموس دافيد لويز وتياجو سيلفا الثلاثة. فهيا بينا نغلب المباراة على طول على صعوبة محترف يلا. من أولها من أولها من أولها يا نهار أبيض يا راموس يا راموس، الكرة قدامه. استنى استنى رب بالراس، مش هتنفع مش هتنفع مش هتنفع. خش الفش الفش بعيد شويه عشان تعرف تعمل عرضيه. الفش الفش يلا داني وراموس، مفيش احسن منه. اعملها السرخ السرخ اعملها كده اهو راموس. ايوه السرخ راموس جولاس للازي بعد. المره اللي فاتت اخترنا اثنين، حاليا مختارني اثنين لكن فاضل واحد بس. كل مره هنختار اثنين ثلاثه اربعه خمسه لحد ما نخلص التشكيله كلها، فات لنا واحد كمان يلا. عايزين قلب الدفاع اللي جنب. اوكي سيلفا تياجو سيلفا ال تياجو سيلفا جوغال كونترا ايل تامبيان اي بوانو سون دوس. حرفيا بيختار باريس، سواء بيختار في تشكيلته التاريخيه هنا ولا هناك بيختار باريس. كل اللعيبه دي لعبت لباريس كلهم كلهم. ناصر الخليفي اشتراه راموس
تياجو سيلفا لو اللاعب اللي جاي من باريس انا ما مش هكمل مش هكمل هات لنا تياجو سيلفا الله اوكي ويكون في المركز الاساسي كده عندنا راموس سيلفا داني الفيش بوفون وهو عنده داني الفيش راموس سيلفا وفالديز هو اختار بوفون فمش مهم هل هو لاعب جديد لباريس سان جيرمان رقع يا نهار طب روبرتو كارلو اوكي على الاقل لاعب مش باريس سان جيرمان دخلونا للتشكيله الله دورت في كل حته على مارسيلو ما لقيتوش فاحاول اجيبه بباكج او باكجين ان شاء الله يطلع يا رب اهو باكج بالكوين مش هيبقى معايا غير 150 100 بس اهو فين مارسيلو فين حاولت اجيب مارسيلو من كل حته بس ما لقيتوش خلينا نشوف هيختار مين في التشكيله الثانيه ميكسويل يا ميكسويل مين كومبارتي كوين ايه عارف نيمار انا مش عارف نيمار مال هات لنا عم روبرتو كارلوس يلا كده روبرتو كارلوس موجود اكنه مارسيلو حط صوره مارسيلو روبرتو كارلوس مارسيلو روبرتو كارلوس مارس او مين الذي بعد السته تقريبا ممكن يكون فيراتي والله تشكيل باري والله العظيم تشكيل باري الذي بعده فينيسيوس فينيسيوس على اليمين ازاي طب ايه السبب سي سي كان joven y bueno صغير aún tiene muchos años por delante y creo que va a ser un mismo jugador creo que va a ser uno de los mejores que اوكي هات لنا فينيسيوس جونيور على اليمين يلا طاقته بقت 81 على اليمين انما على الشمال 86 فالله خليه على اليمين بما ان نيمار عايزه على اليمين عايزين كمان اتنين على الاحتياط هرب هرب تياجو موت مختار لي تياجو موت اتنين ايه مين دول يا جدعان نيني نيني بي مين نيني ده يا نيمار ديفيد باكهام يا باكهام حلو 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 هو تقريبا بيختار تشكيلة باريس باريس جابوه قالوا له اختار تشكيلتنا احنا ما تختارش حد من بره بس هات لنا ديفيد باكهام على الاحتياط للاسف فلا اوكي تبقى واحد كمان على الاحتياط هناخده برضه من باريس هيختار نفسه تقريبا رونالدينو اوكي انا ما اختارش نفسه اختار فينيسيوس وما اختارش نفسه اختار رونالدينو ما اختارش نفسه فهات لنا رونالدينو والله اوكي هيكون برضه موجود في التشكيله وللاسف برضه هيكون على الاحتياط برضه مش عارف حاطط ديفيد لويس على الاساسي ليه لكن هي بنا على طول خلينا نلعب بيهم مباراه ورونالدينو وبيكهام وفينيسيوس ومارسيلو كلهم على المحك فالله التحدي الجاي هيكون صعب جدا هيكون لاعب ممتاز ولازم ادخل بالشبكه ادخل امشي بالكره يعني اخد الكره امشي بيها جوه الشبكه لو جبت الضربه الحره دي من المسافه دي اللي هي 32 متر رسميا خلاص كسبت التحدي وبيكهام الله بيكهام الله نهار ابيض انتوا ما شفتوهاش يا نهار ابيض الله اعرف شالها ازاي نهار ابيض يا باتريسيو روح يلا ها يا جدع ادخل رونالدينو ها رونالدينو الله ادخل الله الله رونالدينو اعملها يلا اعمل كده يا عمي كده احرم رونالدينو زعلتني منك شوف على طول الدينو رونالدينو وحتى الولا روبن دياز ساعدني فيها والله الحارس كان هيشيلها بايده روبن دياز شوف عمل ايه اللي ما شافش شوف روبن شوف روبن خلينا نطور اربع لعيبه كمان او خمسه لسه بيتكلم على فينيسيوس بيقول انه هيكسب البالون دور اللي بعده اوكي على الشمال ولا فين اوكي جنب فينيسيوس في خط النص هات لنا كاكا ريكاردو كاكا موجود في التشكيله خلينا نشوف هيختار مين في باريس اتوقع زلاتان جاي ابراهيموفيتش اوكي والله بجد نهار ابيض اوكي هات لنا السلطان زلاتان ابرا على الاحتياط يلا لو انت شفتش تشكيله في البدايه وشفتها حالا مع دلوقتي والله التشكيله خارقه بس هو كان عايز مارسيلو هنا وكان عايز هنا فالديز بس يا دي الخيارات المتاحه خلينا نشوف اللي بعده في تشكيله الاحلام اتوقع زيدان او رونالدينو تاني رونالدينو هيطلع دلوقتي يحوش التشكيله الاساسيه رونالدينو ليتس جو اوكي اثنين خط نص كاكا رونالدينو ده بيقول رونالدينو في 2015 قال رونالدينو اسطوره عالمي وعنده موهبه كبيره جدا ومن اعظم اللعيبه اللي لعبت في تاريخ برشلونه هات لنا رونالدينو في الاساس في مركز اساس هات لنا واحد كمان يلا هنا بيقول له اختار خمس لعيبه وبيقول لنا بوجبا اوكي بوجبا هات لنا بقول بوجبا يلا اختار من تاني هازارد اوكي ايدن هازارد دي اللعيبه اللي موجوده عندنا دلوقتي والمره الجايه هنختم كل اللعيبه حرفيا 1 2 3 4 5 كلهم هيتختموا هات لنا اخر مباراه يلا وصلنا لاصعب تحدي بتشكيله نيمار نجم متميز ضد فرنسا ولازم نجيب جول من بره منطقه الجزاء لو ما عرفتش سيتم حذف زلاتان هازارد كاكا رونالدينو وبول كل دول على المحك حرفيا فهيا بنا خان جيب جول من بره منطقه الجزاء انا خايف من التحدي ده جدا حرفيا نجم متميز
حاره. اوكي ركله حاره تنفع برضه من بره المنطقه برضه. خلينا نحملها من اول محاوله بطريقه روبرت، بطريقه مارسيلو قصدي. ده مارسيلو، يا لا مارسيلو مارسيلو مارسيلو. لا 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 مستحيل مارسيلو، مستحيل يا ابن الريال، مستحيل. حالاتهم ده مارسيلو، يا نهار ابيض. لا وثم لا مره ثانيه وثم لا مره ثالثه بوم. ده من اول محاولة مش فاهم الامال النهاردة، من اول محاولة بخلص كل التحديات. المارسيلو العالمي المدمر، لكن مش عاجبني، مش عاجبني، لازم جول كمان برا المنطقة عشان نخلص التحدي. لو ما عرفتش اجيبه همسح نص اللعيبة اللي على المحك، مش الخمسة كلهم، وفي نص لعيبة هيتمسح. طب فين؟ السلطان ازلت هو الله. رونالدينو رونالدينو. لا مستحيل والله العظيم، والله العظيم مستحيل. ايه ده؟ لا مش عاجب. ثلاث اجوا، ثلاث اجوا. لو ما جبتش الجول ده همسح واحد من الخمس. يلا لا السلطان خلصها، السلطان خلصها. لا ما عملتهاش مرة مش اتنين، عملتها تلات مرات بتلات طرق مختلفة. اوكي دي اخر واحد قال. اوكي سواريز، سواريز اوكي. هات لنا الوزيتو العضاض على الاحتياط. الله منطقي جدا نختاره. فاضل دلوقتي واحد اتنين تلات، عايزين نشوفهم من التشكيلة الاساسية. روبينو، يا نهار ابيض هجيب لك روبينو من ايه؟ طب ما اخترتش نفسك ليه؟ ولا فكرت وحط فينيسيوس هنا عشان يختار نفسه، ولا اختار نفسه في تشكيلة باريس؟ معقولة نيمار مش اناني؟ معقولة انا اللي هجيب؟ هات نيمار على الشمال يلا بدل روبين. اوكي تبقى اثنان، خلينا نشوف. اكيد كريستيانو وميسي موجودين طبعا. اوكي اللاعب اللي بياخده كقدوه هو اصلا روبينو. اللاعب الذي بعده اكيد اكيد البولجا ليونيل، واللي جنبه هيكون كريستيانو. حاجه المنطق بيقولها. خلينا نشوف بيقول لي على ميسي. para mí el mejor del mundo, lo mejor lo que vi jugar. اوكي ما هو شايف ميسي بس من افضل لاعبين في التشكيله بتاعته؟ لا شايفه الافضل في التاريخ. هات لنا ميسي. اوكي تبقى لاعب واحد فقط، هل هو كريستيانو رونالدو ام رونالدو الظاهره ام زلاتان تاني؟ خلينا نشوف هيقول مين، مين اللي هيختار. نهراوي يعني ساب امبابي، يعني ساب ليه وساب رونالدو وساب رونالدو الظاهره واختار امبابي؟ طب ليه امبابي ميسي؟ اوكي سو وينوس عشان حلو. طب ما رونالدو الظاهرة حلو، هي دي تشكيلة نيمار. خلاص خلص ما عادش هيتكلم. يا نهار ابيض. اوكي هات لنا كيليان امبابي، ما نقدرش نتكلم. يلا على الشمال المفروض يكون روبينو، في حراسة المرمى المفروض يكون فالديز، وده مارسيلو طبعا. ها هي دي تشكيلة نيمار جونيور، وهنا تشكيلة نيمار جونيور، ومن عندي انا احط كريستيانو ولا ما تحطوش؟ يلا فتقييمكم لتشكيلة نيمار من 10، وهتلاقوا فيديو تاني ظهر لكم دلوقتي اتفرجوا عليه قبل ما اقول سلام عليكم. و سلام عليكم.